بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. زي ما عملنا الورش دي قبل كده مع بعض، العقد والأنسيال، إن شاء الله هنعمل الخاتم برضو كمان مع بعض. الحجر العقيق اللي هو بالشكل البيضاوي ده من الأحجار الكبيرة اللي الشغل بيها بيبقى مختلف، والنتيجة بتاعته بتبقى حلوة ومميزة. فهنحاول نعمله خاتم مع بعض، نشوف التصميم بتاعه هيبقى عامل ازاي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده المفروض سلك نحاس 1.5 ملي، وكمان سلك نحاس 0.5 ملي. الاثنين طبعا هشتغل باللون الذهبي عشان اكمل الطقم بتاعي. الزرادية الخشنة وكمان الزرادية المبرومة، معايا القصافة وعمود الخواتم. طبعا هنقول اول حاجة المفروض ان انا هبتدي اشكل الخاتم بتاعي. طبعا الحاجات اللي زي كده لو عملناها مفتوحة، طبعا المقاس المفتوح هيبقى افضل، معملها مقاس مقفول وتبقى متحددة. فباجي باخد الجزء النحاس اللي انا واخداه، تقريبا مش كبير لاني عايزة بس اعمل اطار للحجر. فهاخد اول حاجة زي ما اشتغلنا طبعا الخاتم ده عملناه قبل كده مع بعض، باخد تلت وتلتين، بشتغل على التلت الاول، بتنيه بالمنظر ده عشان اخد مقاس الصباع الاول، بعمل كده. وبعدين باخد مقاس متوسط لان ده المقاس اللي انا المفروض هشتغل عليه بحيث ان هو يتوسع او يتضيق، وابتدي الف الخاتم بتاعي بالشكل ده. هاجي في نفس الاتجاه هنا وابتدي اعمل برضو نفس اللي عملته. هتني برضو من الناحية التانية كده، ونظبط الاطار بتاعنا. بالشكل ده كده المفروض الجزء الصغير عايزة اقفل بيه الخاتم بتاعي، وبعدين الجزء الكبير هو اللي هعمل بيه اطار الحجر. هظبط بس الشاسيه بتاع الخاتم الاول. كده وابتدي اشوف اهو ده القصير، الطرف القصير للخاتم. ابتدي اعمل له كده لفه بحيث ان انا ادخله جوه الخاتم، وفي نفس الوقت تقريبا بتخلص منه بالشكل ده. بعد كده هشوف الحجر اللي معايا وابتدي اشوف الشكل بتاعه كده بحيث ان انا عفوا عايزة الجزئية دي تبقى مبططة، مش عايزاها تبقى عالية عشان الحجر بتاعي يبقى مرتاح في الجزئية دي. الحجر بتاعي لما يجي يتحط هنا يبقى مرتاح، لو اشتغلت تحت كتير هعلي الحجر ومش هيبقى مرتاح. فانا عايزة الجزئية دي بس اتخلص منها بالشكل ده
واتنيها كده، اعمل لها، اعمل للحجر زي قاعدة كده من تحت. معايا، وابتدي اخليه بشكل بيضاوي شوية عشان يشيل معايا الحجر. زي ما انتوا شايفين كده، خدوا وقتكم في تظبيط الشاسيه كويس، لان دي اهم جزئية بصراحة في الخاتم كده. هقلل المسافة شوية، هسحب السلك، اصغر على قد الحجر. احنا ممكن نعمل ايه كمان، نصغر دي اكتر عشان هي كده برضو مرتفعة، مش عايزاها تبقى في ارتفاع خالص عشان الحجر بتاعي يبقى مرتاح. الزرادية المبططة دي بتعمل لي الحركة دي برضو، بصوا بترفع هنا وتظبطها كده. ممكن هنا دلوقتي ابتدي اركب الحجر عشان يظبط معايا باقي الخاتم. هقفل هنا، هنركب طبعا الحجر بالشكل الطويل او بالطول يعني، مش بالعرض. هثبت السلك بتاعي النص ملي على الملي ونص، شغل الخواتم بس محتاج تركيز شوية، بالذات الحاجات اللي هي بتبقى محتاجة إطار مظبوط.
زي ما شفتوا كده اخد وقت في التظبيط. طبعا مهم جدا ان هو ياخد وقته، مش مشكلة، المهم يتظبط زي ما انتوا شايفين كده، لكن النتيجة بتاعته بتبقى حلوة بصراحة. فمعلش لو حسيتوا ان هو بس اخد وقت او صعب شوية، زي ما بنعمل الحاجات السهلة البسيطة اللي بتديني نتيجة حلوة قوي بسرعة، زي ما برضو في حاجات محتاجة تكنيك عالي عشان تديني نتيجة مختلفة ونتيجة مميزة وحلوة. بصوا طبعا اقدر اوسعه او ضيقه، ودي برضو ميزة في الخاتم المفتوح كده، بظبط على مقاسي. اكيد طبعا محتاج شوية تظبيط اكتر، فعشان وقت الفيديو انا بوريكم بس الاطار الخارجي. حاسة عايز يتمسك شوية من هنا عشان يبقى متين اكتر، فممكن بالسلك 5/10 ابتدي اعمل عملية تثبيت كده بسيطة من تحت مش اكتر، عشان الخاتم بتاعي طبعا لازم يبقى متين. فممكن هلف سلك بس مش اكتر هنا في الجزئية دي، وابتدي اثبت السلك بتاعي الخاتم بتاعي بشكل احسن اهو. بصوا وكمان الشطارة وانا بلف اخلي اللفات دي تديني يعني للتصميم شكل حلو برضو، يعني ملفش حاجات كتير على الفاضي، الف السلك بشكل يديني تنظيم حلو للخاتم، فاهمني؟ اهو هبتدي اخد الجنب التاني كده، دي ميزة برضو السلك النص او 5/10، نص ملي او 5/10. بصوا ممكن اخفيه، ممكن ابرزه في التشكيل براحتي عشان يديني المتانة الكويسة للتشكيل بتاعي، وكمان يديني الافكت الحلو اللي انا عايزاه. اهم حاجة بس منسيبش اي بقايا للسلك بعد ما نقصه اهو. بصوا هاخد الشاسيه كمان من جوه معايا، وافضل شغالة بقى كده، يعني هبتدي الف الاسلاك بالشكل ده اولا ما تبانش من تحت، ثانيا اهم حاجة بس تبقى ظبطالي الخاتم والاطار بتاعي زي ما انا عايزة اهو. انا بس نمكية شوية، ما بحبش اطلع قطعة من غير ما تبقى مظبوطة، بس يعني ابذل فيها اقصى حاجة ممكنة. وده شكل الخاتم بتاعنا بمنتهى البساطة، هو بس محتاج تظبيط في الشغل مش اكتر اهو. بس انا هسيب السلك احتمال احتاج برضو تظبيط اكتر زي ما قلتلكو. بالشكل ده، لكن هي دي النتيجة بتاعتنا، يا رب تعجبكم وان شاء الله تنفذوه احسن مني كمان. مش عايزاكم تقلقوا من طول ترتيب الخاتم او تركيب الحجر بالشكل ده، ان شاء الله يعجبكم وتنفذوه باذن الله عشان برضو الطقم بتاعنا يكمل ويبقى شكله مختلف ومميز اهو. وبفكر اعمل برضو خاتم من الاحجار المدورة، استنوا مني خاتم تاني للطقم باذن الله. يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك للفيديو وشير للفيديو كمان عشان الكل يستفاد. كمان ما تنسونيش من دعواتكم، اتمنى لكم يا رب التوفيق. متشكره ليكم ولمتابعتكم الجيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناه، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.